أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج 10 و10. هذه الحلقة الثانية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك الطويلة نوعا ما الذي ارتاح فيها الجميع. ارتاح فيها 16 وزيرا في حكومة الوفاق وكانوا خارج البلد، ارتاح فيها رئيس الجمهورية في سقطرى، ارتاح فيها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حتى هذا العيد لم يسلم على زائري ومسلمين. ارتاح الجميع، حتى كلفوت وبن كعلان توقفوا عن الاعتداء على خطوط الكهرباء، ولكنهم عادوا مرة أخرى بعد انتهاء الإجازة للعمل الذي يقوم به في العادة. لم يرتح في هذا الوطن إلا جهتان، القاعدة في الجنوب والحوثيين كما يقول البعض في الشمال في منطقة دماج، حتى صارت أعياد دماج بطعم الدم والنار. كيف كان ذلك؟ اليوم سنحكي لكم القصة مع ضيفي في الاستوديو الذي حرصنا على أن لا يكون لا بلحية لا حوثية ولا لحية سلفية. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عمر مجلي، عضو مؤتمر الحوار الوطني، أحد أبناء محافظة صعدة وأحد قيادات المؤتمر الشعبي العام. مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا أستاذ همدان، وشكرا لطاقم قناة السهيل على إتاحة هذه الفرصة. بداية اسمح لي أن تعرف المشاهدين، احنا اليوم حاولنا أن نجري استطلاع ولاحظنا أن هناك البعض لا يعرف المشكلة، مشكلة دماج من أساسها بين السلفيين والحوثيين. هل ممكن خلفية تعريفية جغرافية وتاريخية عن منطقة دماج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منطقة دماج هي منطقة تبعد عن مركز محافظة صعدة حوالي 7 كيلومتر جهة الجنوب، وهي متاخمة لمنطقة العبدين أو وادي العبدين، وهي منطقتنا أيضا، المنطقة اللي أنت منها. نعم، فهذه مركز المحافظة جهة الجنوب، وادي العبدين وغراز وأيضا دماج مباشرة بعد منطقة وادي العبدين، فهي قريبة من مركز المحافظة، وهي منطقة صغيرة مكتظة بالسكان، زراعية، يوجد بها مركز دار الحديث، أسس منذ 30 سنة تقريبا، وكان هناك نوع من التعايش، وتوافد إليه كثير من الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية. هذا دار الحديث اللي في دماج؟ نعم، في دماج. ولم يكن هناك أي خلاف فيما بين طلاب دماج أو منطقة دماج وغيرهم. نحن منطقتنا منطقة العبدين متاخمة تماما، وطريق أبناء منطقة دماج وطلاب دار الحديث من بلاد وادي العبدين، يعني قبيلتنا. طوافاً دكتور عمر، يعني لم يكن دار الحديث أي إشكاليات، دار الحديث أو أنشأ، دار الحديث أنشأ قبل قلت 30 سنة، أي تقريباً. قبل أن تنشأ الحركة الحوثية. نعم. يعني أثناء ما كان مجاورين لهم الزيديين. نعم، ما كان هناك مشاكل بين الزيديين وبين الأخوة في دماج بين السلفيين؟ كان هناك اختلاف في الرأي. نعم، لكن لم يتطور إلى قتال أو حمل سلاح. وبعدين الذي أسس مركز دار الحديث الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله من أبناء منطقة دماج، عند عودته من المملكة العربية السعودية أسس مركز دار الحديث، يدرس هناك القرآن وعلوم الحديث. نعم نعم. طيب، نريد أيضا توضيح للمشاهد الكريم، كيف بدأت الاحتكاكات ما بين الحوثيين وبين السلفيين في دماج؟ نعم، الحقيقة بعد سقوط عدد من مديريات صعدة، محافظة صعدة، وهذا كان للأسف الشديد بجهود الوساطة المكلفة في ذلك الوقت، فارس مناع وعلي قرشة، وساطة مع دماج، بين الدولة وبين جماعة الحوثي، فأسقطوا كثير من المديريات، وبقيت هذه الوساطة أكثر من 6 أشهر إلى 8 أشهر أو سنة كاملة وساطة، ولكن كان دور الوساطة هو إسقاط وتسليم مواقع وسحب مواقع الجيش والسلام الحوثيين أو السماح الحوثيين بالسيطرة عليها أثناء الحروب الست. فكان دورها سلبي في إسقاط كثير من المديريات هذه اللجنة السابقة. وعند سقوط مركز محافظة صعدة بعد الحرب السادسة، وجرت الحرب في ذلك الوقت لإسقاط مركز المحافظة في ظل وجود أزمة في صنعاء، استفاد الميليشيات الحوثية من
الأزمات السياسية الموجودة هنا في صنعاء، والمناخ السياسي الذي وفر لجماعة الحوثي بيئة مناسبة أو مجال لإسقاط أو تسليم. يعني كان هناك يعني نوع من التخاذل يعني لإسقاط مركز محافظة صالح، فبقي مركز دماج أو منطقة دماج أو وادي دماج، منطقة يعني لم يدخلها الحوثيين بشكل خارج كامل، نطاق سيطرة خارج نطاق الحوثيين. سيطرة الحوثيين، إضافة إلى الخلاف الفكري الموجود ما بين جماعة الحوثي وجماعة يعني طلاب دار الحديد، مختلفين فكريا. فأرادوا الجماعة الحوثي أن يطوقوا هذا المكان، وبدأوا يعتدوا على الطلاب عند خروجهم من دماج للتسوق في مركز المحافظة، واعتدوا على بعض الطلاب وقتلوا أول أحد الطلاب في منطقة باب اليمن داخل صعدة، ومن ثم قتلوا 2 أو 3 طلاب أيضا في نقطة تابعة للميليشيات الحوثية، وكرروا الاعتداءات تلو طب عفوا الاعتداءات، قبل وتمركزوا بعد ذلك في عدة مواقع يزيد عن 10 مواقع مطلة على منطقة دماج. ويعني أرادوا من خلال هذا أنه إحكام السيطرة على المنطقة وتفريغ منطقة دماج من مركز دار الحديث وإخلاءها، مثل ما هجروا السلطة المحلية وكثير من أبناء المحافظة الذين هجروا من قبل جماعة الحوثي وهم بالآلاف. يعني إذا عفوا دكتور عمر، إذا لله ثم للتاريخ، يعني أول حادثة قتل بين الطرفين تمت من قبل الحوثيين على 2 من الطلاب السلفيين في مركز صعدة، نعم هذا كلام نعم صحيح؟ نعم نعم هذا كلام صحيح، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. ومن ثم وتكررت الاعتداءات على منطقة دماج، ودماج مثل غيرها من المناطق في محافظة صعدة تعرضت لاعتداءات من ميليشيات الحوثي للأسف الشديد، ولم يلتزموا جماعة الحوثي لا باتفاقيات صلح أو وقف الإطلاق النار، لا مع الدولة ولا مع القبائل ولا مع شخصيات ولا مع، يعني كان منهج سيطرة وعنف، ومارسوا يعني كل أنواع الـ 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 يعني كل الطرق للسيطرة على المناطق التي أرادوا أن يسيطروا عليها، وأيضا لكن كسوها هنا. الحوثيين يعني يقولون أن مشكلة دار الحديد في دماج أنها تستقطب طلاب أجانب من خارج اليمن، وهؤلاء الطلاب بالإضافة إلى المدرسين في هذا في دار الحديد، حتى الطلاب اليمنيين هم من الناس الذين يكفرونهم ويقولون أنهم فكرهم وفكر 12 جعفري، وبالتالي فيعتبرونهم كفارا، وعلى ذلك الحوثيين يعني يقولوا بما أن هؤلاء يكفرونا إذا نحن ندافع عن أنفسنا بنشر، يحاولون نشر هذا الفكر وتشويه سمعتنا. كيف الحقيقة يمكن أن أنا نفهم أوضح الكلام؟ لك أنه في محافظة صعدة 15 مديرية دارت حروب، في 15 مديرية في محافظة صعدة، ومنطقة دماج ليست إلا ضمن المناطق التي اعتدى عليها الحوثيين. فمنطقة دماج استقطبت كثير من الطلاب من أبناء المحافظة وأبناء يعني محافظات الجمهورية نعم، بشكل عام، وطلاب من خارج يعني من خارج اليمن، وضعهم يعني شرعي وموجودين وبجوازات، مثل ما احنا اليمنيين موجودين او غيرنا من دول العالم يدرسوا في دول اخرى بالآلاف. يعني لا يجب ان تكون الامور مغلقة. طيب هل عذر الحوثيين ان هؤلاء كل انسان له يكفرونهم؟ حريته، حاول يقولون حرية المعتقد يكفرونهم، والفكر. لكن يقولون انهم يكفرونهم، هل هذا عذر من اجل ان ندخل في الاشتباك بالأسلحة وإراقة الدماء؟ لم يصدر أي شيء يعني لتكفير الحوثيين إلا عندما قاموا بممارسات أو جلب طقوس أو مارسوا طقوس جديدة على المحافظة، ومنذ نشوء الحركة الحوثية وبدأوا يعني يتكلموا بشكل واضح وصريح فيها إساءة يعني للصحابة، ولكن لا نريد أن ندخل في هذا السياق نعم، أبدا باب طويل لأنه باب طويل صحيح. ونقاشات كثيرة. لكن أؤكد لك أن جماعة الحوثي هم من اعتدى وبدأ الحصار على دماج، وأكبر دليل على ذلك أن الحروب التي تدور في دماج هي في يعني في نفس دماج من قبل الحوثيين. من لماذا الحوثيين
يعني تواجده في المناطق، يعني في الجبال والمواقع المطلة على منطقة على دمج، دمج، هذا يدل على انهم هم المحوطين على هم المنطقه المحوطين، وليس العكس. هم الذين وصلوا الى طيب مثل ما هاجموا كثير من المناطق. بالمناسبه، وعشان اوضح للاخوه المشاهدين، احنا حاولنا ان احنا نتواصل مع العديد من الشخصيات قياده حوثيه لكن لم نستطع، بمن فيهم الاخ علي البخيتي الناطق الرسمي باسم جماعه الحوثيين، واعتذر لنا عن المشاركه هاتفيا واشترط ان يكون موجود في الاستوديو، لكن لان الضيف تم التنسيق معه مسبقا فلم يكن هناك المتسع بان يكون موجودا، وندخل في نقاش واخذ ورد ويتحول البرنامج الى برنامج اتجاه معاكس. وعلى ذلك احببنا ان نوضح هذه الفكره للجمهور لكي لا يدعى بان احنا لم ندعو الطرف الاخر. طيب دكتور، بما ان هذه الخلفيه العامه حول الامر، اذا الان وصلنا الى يعني اقتتال في شهر ذي الحجه، في شهر حرام، وفي ايام العيد ايضا كان في العيد رمضان، ايضا كان هناك اقتتال بعد شهر رمضان المبارك وفي اول ايام العيد. انا اريد ان اسالك ايضا في هذه النقطه ايضا، حادثه القتل الذي حصل في اول ايام عيد الفطر المبارك العيد الماضي، هذه الحادثه كان المفترض باللجنه الرئاسيه المشكله ان تعلن من المقتول ومن الذي قتله، هل لديك معلومات عن هذه النقطه؟ الذي أعرفه أن جماعة الحوثي اعتدوا بالقنص على 3 أشخاص، واحد كان ضحية وتوفى، واثنين جرحوا، وهذا كان سبب التوتر وخرق للاتفاق أو دور الوساطة السابقة في دمي. طيب دكتور عمر، في عندي اتصال هاتفي من الاخ سرور الوادعي المتحدث الرسمي باسم ابناء دماج. اخ سرور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسمع صوت جيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك، كنت أسأل الآن ضيفي في الأستوديو الدكتور عمر مجلي عن حادثة خرق الاتفاقية في شهر رمضان المبارك والاقتتال الذي بدأ في أول أيام عيد الفطر المبارك في العيد الماضي، كان بسبب حادثة قتل، هل القتيل كان من السلفيين أم من الحوثيين، من أبناء دماج أم من خارجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. أولا أشكر الأخوة القائمون على قناة سهيل على اهتمامهم بإخوانهم في منطقة دمشق، وخاصة القائمون على هذا البرنامج الرائع من مخرج ومعد ومقدمين، فشكرا لهم. وأتحجب من السكوت المخزي لوسائل الإعلام الرسمية سواء مرئية أو مسموع أو مقروء لما يحدث لأبناء منطقة دماج من ظلم الحوثي لهم، وكأن دماج ليس من الجمهورية اليمنية. بالنسبة لسؤالك أخي العزيز، الحادثة التي حدثت في عيد الفطر المبارك حدثت لأبناء منطقة دماج لأناس من أهل السنة، 5 من أهل السنة عند رجوعهم من صلاة العيد من مركز دار الحديد بدماج، قام الوثة المجرمون او ميليشيات الحوثي بعمل كمين للاخوه عند رجوعهم من صلاه العيد. نعم. عند مرور السيارات قاموا باطلاق نار كبير على اخر سياره، مما ادى الى استشهاد 5 اشخاص. رحمهم الله. طيب اذا عفوا عفوا نعم عفوا اخي سرور، اذا حادثه عيد رمضان الفطر المبارك كانت مثل ما اشرت انهم 5 من يسمى بين قوسين السلفيين. مش السلفيين، من اصحاب المنطقه. المهم خلينا اقصد الذي قام بالقتل هم الحوثيين. نعم، قاموا بعمل كبير. طيب اذا نعم. خلينا نتكلم الان عن عيد الاضحى الان، ما سبب خرق الاتفاقيه وبدء تبادل اطلاق النار قبل العيد ايضا وفي اثناء ايام العيد؟ سببها سيدي العزيز، كان هناك اتفاق قامت به اللجنه الرئاسيه، كان هناك اتفاق او تهدئه من قبل اللجنه الرئاسيه لوقف اطلاق النار على ان يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في صنعاء بعد العيد. نعم. في الثالث من ذي الحجه الحوثي
يريد التنصل من هذا الاتفاق ويريد السيطرة على ماذا منطقة الدمج، وهي آخر منطقة لماذا لأناس تبع الدولة أو لأهل السنة في المحافظة أنها ليست في سيطرة الحوثيين. يريد السيطرة على المحافظة بالكامل. ماذا فعلوا؟ التنصل من هذا الاتفاق والقضاء على أهل السنة بشكل كامل، فقام في خرق لهذا الاتفاق وقام باغتيال احد ابناء منطقه دماج وهو الاخ هيثم مقبل البوني رحمه الله، ظلم وعدوان، ثم بعد ذلك بدا بالهجوم على المنطقه. يعني ايضا في قبيل عيد الاضحى قام الحوثيين بقتل شخص من ابناء دماج. نعم نعم. الأخ سرور الوادعي المتحدث الرسمي باسم أبناء دماج كما تم التعريف به، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، سيكون أيضا معي بالهاتف بعد قليل الشيخ يحيى منصور أبو أصبع، وهو رئيس اللجنة الرئاسية المشكلة لحل وإنهاء التوتر والنزاع والاقتتال في منطقة دماج. الآن أذهب معكم إلى فاصل تقرير حول منطقة دماج وما يحدث فيها، ثم نعود لإكمال الحوار مع ضيفي في الاستوديو. قوموا معنا. دماج منطقة يمنية، أو هكذا هي على الخارطة على الأقل. أما واقع الحال فيها فقد دفع مراقبين للتساؤل، متى يطابق واقع الحقيقة موقعها على الخارطة؟ ومتى تمد الدولة نفوذها لتحمي مواطنيها على أرض دماج؟ تساؤلات يبدو أبناء دماج اليوم أحوج ما يكونون إلى إجابة رسمية عنها، إجابة تلخص معنى السيادة. الجواب ما ترون لا ما تسمعون. منتصف سبتمبر الماضي نجحت لجنة رئاسية في التوصل إلى توقيع اتفاقية صلح جديدة استندت على ما تضمنته ثلاث وثائق صلح وضمانات سابقة بين الطرفين، وقعت الأولى في يونيو 2012، أما الثانية فكانت وثيقة ضمانة وقعت بعد الأولى بأقل من شهر، فيما وقعت الثالثة منتصف ديسمبر من العام الماضي. غير أن كل الاتفاقيات سرعان ما انهارت وسط اتهامات متبادلة عن المتسبب بخرق الهدنة. رئيس اللجنة الأستاذ يحيى أبو أصبع تحدث عن مباشرة اللجنة الرئاسية مهامها يوم الجمعة الماضي، غير أنه في ذات الوقت تحدث عن لقاء عاصف في دماج نتيجة لاستمرار إطلاق النار حتى أثناء لقائه بأبناء دماج في مركز الحديث. كما أشار إلى أن تباطؤ وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في تطبيق الآلية التنفيذية المقترحة سابقا وتر الأمور مرة أخرى في دماج. أيا كان الأمر في دهاليز السياسة، فالمؤكد أن الأمر على الأرض لم يعد محتملا، ولعل في بعض فقرات تقرير مدير مستشفى دماج الريفي توضيحا لبعض جوانب المأساة. إغلاق المستشفى الوحيد بالمنطقة بسبب استهدافه بالسلاح، انعدام أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والصرع والربو، انقطاع علاج السل عن مرضى السل المستعصي، توقف برنامج التحصين الموسع وظهور حالات الحصبة في أوساط الأطفال، فشل برنامج التغذية وتعرض أكثر من 30 طفلا للانتكاسة، انعدام المواد الغذائية كليا وخصوصا حليب الأطفال، انعدام الأدوية وتفشي الحالات المرضية المحتاجة إلى رعاية صحية، ازدياد حالات الوفيات بين الأطفال بسبب بعض الأمراض التي تحتاج إلى تدخل من قبل أخصائيين، وعلى سبيل المثال مرض الحمى الشوكية، حصول حالات إجهاض بين النساء الحوامل بسبب شدة الخوف الناتج عن استهداف المنطقة بالأسلحة الثقيلة. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد. الكنترول بيكلمون الآن أن الشيخ منصور يحيى منصور أبو أصبع يعني لا يرد على الهاتف. أنا أرجو أن يكون الشيخ يحيى أبو أصبع عند مستوى المسؤولية وكما وعدنا واتفقنا معه على أن يجيبنا ويسمع الجمهور ما حصل في دماج. أنا أرجو أن يكون على ما اتفقنا عليه ويرد علينا بعد قليل إن شاء الله يرد علينا. طبعا أعزائي المشاهدين، أمامكم هذه الأوراق. هذه ليست ملزمة لا من ملازم الإخوة السلفيين ولا من ملازم الحوثيين، هذه عبارة عن وثائق الذي تم الاتفاق عليها ما بين عدة لجان منها اللجنة الرئاسية مع في منطقة دماج بين السلفيين والحوثيين، وهي أوراق كثيرة وقد يعني أوجع رأسي بقراءتها ومحاولة فهم ما فيها، بالرغم أن بنود الاتفاق فيها هو أمر بسيط جدا، وربما أيضا مع ضيفي يمكن أن نتكلم ونوضح لكم هذه هل الاتفاقيات يعني أهم خلاصة ما فيها يا دكتور عمر؟ الحقيقة هو واضحة المعارجات، وما يجب أن يلتزم به جماعة الحوثي هو
أن يرحل جماعة الحوثي أو الميليشيات الحوثية من الجبال والمواقع المطلة على دمام. وأيضا كذلك حتى الآن عند الآلية الرئاسية لنهاية التوتر والنزاعات والإحلال الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين السلفيين والحوثيين في دماج، من ضمنها أن يعني الجميع يعني ينسحبوا من مواقع التمترس، مش بس الحوثيين، على الجميع يعني، أقصد ليس في الموضوع الحي. الطلاب أو دماج موجودين في جبل واحد المطل بشكل مباشر على قرية دماج. نعم. لكن جماعة الحوثيين مطوق يعني الميليشيات الحوثية مطوقة بمنطقة دماج من كل الاتجاهات. يعني ومع ذلك في اكثر من 10 مواقع، ومع ذلك طلب منهم ان يتركوا هذه المواقع. يتركوا هذه المواقع. واحنا نتساءل ايش جاب الحوثيين وجماعه الحوثي والميليشيات الحوثيه للتمركز فوق منطقه دماج بشكل مباشر. ومن عده مناطق في صعدة، ومن مناطق اخرى ايضا يعني محافظه ثانيه. طبعا رفع النقاط. عفوا دكتور عمر، الاخوه في الكنترول، ارجو ايضا تحاول ارسال رساله نصيه للشيخ يحيى ابو اصبع بان نحن نحاول الاتصال به على يكون ناسي او كذا، ارجو ارسال رساله نصيه. تفضل. رفع النقاط. رفع النقاط التابعه لميليشيات الحوثي من الطرقات، وهي تسبب احتكاك ومشاكل مع الماره في الطرق العامه. سواء يعني بين دماج ومركز محافظه صعدة، او من مركز محافظة صعدة حتى يعني منطقة سفيان. بأي مصوغ قانوني يستند عليه ميليشيات الحوثية بأن ينصبوا نقاط وعمل تفتيش وإيذاء الناس. اللجنة الرئاسية حرصت أن يكون هناك لواء عسكري يتواجد في المواقع التي يتواجد فيها ميليشيات الحوثية أو غيرها. لكن من ينفذ هذا الشيء؟ أنا أعتقد أنه جماعة الحوثي لم يلتزموا بأي اتفاق سابق، لا في دماج ولا في غيره. والسلفيين هل التزموا؟ السلفيين مستعدين أن يلتزموا إذا تركوا في حالة وغادر الحوثيين الجبال المطلة على الجبال. دكتور عمر، أنا عندي سؤال حقيقة يستحضرني. يعني أنا أعرف الحوثيين مسلحين ومعهم أسلحتهم وهذا أمر طبيعي، لكن أنا كنت يعني أعرف عن السلفيين يعني مشهور كذا عن السلفيين أنه يخرج ماشي بثوب أبيض قصير مع مسواك مع كذا، أسلحة ما بيأخذوا معهم أسلحة غالبا ودائما. من أين جاءت القوى العسكرية التي تواجه الحوثيين الآن؟ المعارض الصعبة. شوف، جماعة الحوثي يملكوا سلاح ثقيل ومدفعية ودبابات وراجمات صواريخ. نعرفه، هذا نعرفه. أيوة طيب، هذا نعرفه. ويقوموا بقصف منطقة دماج أو المناوئين لهم بالسلاح الثقيل والهاوان 120 دون مراعاة لوجود نساء وأطفال في أي منطقة، ومنها منطقة دماج. يقوموا بقصف منطقة دماج في المناطق السكانية التي يتواجد فيها أطفال ونساء. نعم يا أخي، تصرفات بشعة. الأخوة في دماج والطلاب اضطروا للدفاع عن أنفسهم بما تمكنوا من الحصول عليه من سلاح شخصي. تمام. المعادلة غير موجودة، لكن الدفاع عن النفس أصبح واجب. فالأخوة في دماج مستميتين للدفاع عن أنفسهم وعن عن عن منطقتهم. هناك حديث عن إنسان يريد يرحلك من بلادك ومن منطقتك. هناك حديث الى 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 مناطق. هناك حديث عن ان بعض من دول الجوار التي تدعم المذهب او المذهب الوهابي، المذهب السلفي الذي هم الان يعني يعتقدونه او يتمثلون به، تدعمهم بالسلاح. هذا الكلام هل لديكم اي معلومات؟ هذا كلام غير صحيح. طيب، السوق اليمني مليان بالسلاح، وليس والصعدة يعني مليانه بالسلاح وتجار السلاح، والمحافظة المنصب من قبل الحوثيين فارس مناع أحد تجار السلاح أيضا وتاجر ممنوعات معروف، ويقوم بدور تغطية للأسف الشديد عن الجرائم التي يقوم بها الحوثيين. ورضي على نفسه بهذا الدور، ولا المفروض إذا كان بيسمي نفسه محافظ أن يتكلم بالحقيقة. وهذا يعني لن يرحم أحد التاريخ فيما يخص يعني شيء قضية تمس حياة الإنسان وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان. نعم. طيب، السيد الحجوري، احنا بما بنقول السيد الحوثي نقول السيد الحجوري الذي هو مسؤول دار الحديث في دماج، يقول فقدنا الثقه بالوساطه والبساطه الرئاسيه يعني المقصود بها، وسنردع. هذا كلام يوم 17 اكتوبر الماضي قبل 5 ايام. وسنردع الحوثي ونخرجه من دماج وكتاف وسفيان. ما الذي جعل الحجوري يعني يصل الى مرحله فقدان الثقه بلجنه الوساطه الرئاسيه؟ مع انه انا والله حقيقه اذا الشيخ يحيى منصور ابو أسبوع
يعني لم يجب علينا بلاد صلاة فيه. فسأقول للأخ الحجوري يعني كلامك يعني يؤخذ يعني بمحمل الاهتمام. نعم تفضل. الحقيقة خمسة، أكثر من خمسة حروب شنت على دمه، منها حربين قاسية وحصار ظالم يعني طوقوا منطقة دمي في الحرب السابقة وهذه الحرب. فعدم التزام جماعة الحوثي بأي اتفاق أو التزام يعني بأي اتفاق يعني أو احترام لدور أي وساطة في بين الحوثيين ودماج ما جعل الشيخ يحيى الحجوري أن يتكلم بهذا الشيء. يعني الجرائسي ما في يدها أن تنفذ لجنة الوساطة الحالية مكلفة من أكبر من أعلى سلطة في الدولة، من رئيس الجمهورية، من رئيس الجمهورية، ويجب أن يتكلموا بشكل واضح وصريح ودون مجاملات. لكن المشكلة يا أخي أنهم أول ما يصلوا محافظة صعدة يلتقوا بالأخ فارس مناع ومجموعة ويحاولوا أن يغيروا الحقائق ويغيبوا الحقائق، تمام، على أساس أنه يحولوا يعني الأمور في الاتجاه الذي الحقائق أن خرق الاتفاقية تتم دائما من الحوثي، أنه ما فيش التزام من هذا الطرف أو ذاك أو ذاك. نعم. لكن الحقيقة بمجملها أن الحوثي مخترق للسيادة الوطنية ومتواجد ليس في 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 الجبال المطلة على دماج، في الطرقات وفي كل مكان، ويقوم بدور الدولة. إيش من إثبات عاد نريد حتى يعني سواء اللجنة الرئاسية أو سلطات الدولة أو المنظمات الحقوقية بأنه الحوثي يقوم بممارسات غير قانونية وغير مشروعة في صعدة. أول أمس في صحيفة الاشتراكي نت، وبالمناسبة الشيخ يحيى منصور أبو صبع هو اشتراكي، اتهم رئيس اللجنة الرئاسية لحل الخلاف الذي هو الشيخ يحيى منصور أبو صبع ووقف المواجهات بين السلفيين والحوثيين بمنطقة دماج بمحافظة صعدة، اتهم اللي هو الشيخ يحيى، اتهم وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بالوقوف خلف توتير الوضع مجددا بمنطقة دماج، وعلل ذلك بأن تنفيذ الخطة الرئاسية التي اقترحتها اللجنة الرئاسية في زيارتها الأولى لصعدة والتي من أهم بنودها إخلاء المقاتلين أو المتقاتلين من أماكنهم والمتارس التي يتمركزون عليها، ونشر وحدة عسكرية لتحل محل المراقبين القبليين الذين كانوا يباشرون مهام الفصل بين المتقاتلين، ولكنهم فشلوا وعاد المتقاتلون إلى المتارس ومواقعهم. بالفعل هذه النقطة الرئيسية أنا دائما أسأل عنها في كل الآلية الرئاسية وغيرها من الاتفاقيات، الكلام يتحدث حول أن المتقاتلين ينسحبوا من مواقعهم، المتارس تخلى، تهدم هذه المتاريس، تحل قوات من الجيش مكان هذه لماذا إلى هذه اللحظة ومنذ أن بدأت المشاكل إلى الآن لم تأتي الوحدة العسكرية الجيش ويقف فاصلا بين الجيش؟ لأن الجماعة هذا ما كنت نرجع الشيخ يحيى منصور أبو صبع وما جاوبني شو هذا، لأنه أقول لك أن جماعة الحوثي رافضين. ليش؟ وهو التواجد والتمركز ومضايقة مركز دماج وإخلاء منطقة دماج من دار الحديث. تمام تمام، مثل ما فرغوا المحافظة من سلطات الدولة. تمام نعم. إضافة إلى أنه أنا أسألك سؤال، تفضل، وأمام الجمهور، وأنا ما إحنا الآن إحنا الآن في حوار وطني ولا لا؟ نعم. ولا جماعة الحوثي ممثلين في الحوار الوطني، صحيح، وقامت الدولة بمبادرة من أجل نعم يعني جبر الضرر وفتح صفحة جديدة، وقامت باعتذار يعني غير منصف لا للدولة ولا لأبناء صعدة المتضررين من جماعة الحوثي. نعم. ماذا قابل الحوثي أو جماعة الحوثي هذا الإجراء من قبل الدولة والتنازل من أجل المستقبل، من أجل الأجيال، من أجل حلال السلام في صعدة؟ ماذا قابل الحوثي؟ حروب متكررة خلال فترة الحوار الوطني، أكثر من 4 حروب في الرضمة وفي العصيمات وفي دماج وفي منبه، أحد مناطق صعدة. طيب دكتور عمر اسمح طيب لي، بس اسمح لي أخي، وقت دركي هل بس هل, هل 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 جماعة الحوثي عندهم نوايا للتعايش وال ونهج الاتجاه السلمي والعمل السياسي السلمي والانخراط مع بقية الأحزاب؟ يا دكتور عمر أقول لك ما حضر ذي جابنا من التلفون من جماعة الحوثيين، هذا السؤال يسأل عبد الملك الحوثي. لكن أنا أريد أن أسألك سؤال في هذا الاتفاق، سؤال أخير يعني لأنه وقت أدركنا. في هذه الاتفاقية يعني بعد أن صيغت وعرضت على الجهات ذكر وضمن التقرير، طبعا بالمناسبة ذكر هذا ضمن ما رفعت به اللجنة الثلاثة المشايخ، أن عبد الملك الحوثي وافق عليها ولكنه تحفظ على مسألة القوات العسكرية التي ستكون فاصلة بين الجهتين، اشترط أن تكون هذه القوى العسكرية بين قوسين مستقلة ومحايدة،
وهذا كلام مش من عندي، هذا كلام في المحاضر الذي كتبوها المشايخ الذي رفعوها عند رئيس الجمهورية، إن هذا كان رد عبد الملك الحوثي وافق على هذه القوى العسكرية الفاصلة، لكن اشترط أنه موافقته عليها مبنية على أن تكون محايدة ومستقلة. هل يمكن أن نعرف ما معنى محايدة ومستقلة قوة الجيش؟ الله يا أخي هذه أعذار، من أن نجيب قوات محايدة كلها تابعة لوزارة الدفاع والجمهورية اليمنية؟ يجب عبد الملك الحوثي وجماعة الحوثي أن يقتنعوا بأنه نتعايش كلنا في ظل النظام الجمهوري تحت العلم الجمهوري بتساوي، ونعمل سويا من أجل بناء البلد ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد، وكفاء يعني حروب ومعاناة وتعال مشاكل. لكن للأمانة يعني الحقيقة أنه الكثير من يعني المشكلات التي تحدث في صعدة، يعني الأزمات السياسية الموجودة والتجاذبات بين الأحزاب والاستقطابات خلقت جو أو مجال للحوثي أن يلعب وأن يعتدي على أبناء محافظة صعدة، أو أيضا يعني الإساءة للأمن والاستقرار في البلد. أشكر القيادي في المؤتمر الشعبي العام، ليس لا سلفيا ولا حوثيا ولا إصلاحيا ولا شيء، الدكتور عمر مجلي عضو مؤتمر الحوار الوطني أحد أبناء صعدة، شكرا جزيلا لك. كنا نتمنى أن الشيخ منصور يحيى منصور أبو أصبع رد علينا، والأخوة السلفيين أخوة الحوثيين حاول واحد يتكلم أو يرد وكذا، لكن لا حياة لمن تنادي. أنا أتمنى من الشيخ يحيى منصور أبو أصبع، والأمل لا زال مع قودا في اللجنة الرئاسية لحل القضية دماج، بأن يعني يحاول يكون معنا في الاستوديو، لن نقبل غير ذلك في المرة القادمة، تعويضا على وعده لنا وعدم إجابته في الهاتف بعد ذلك، إلا أن يكون موجود معنا في حلقة قادمة وسريعة في برنامج 10 و10 للحديث حول موضوع اللجنة الرئاسية في منطقة دماج. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك للدخول في المحور الثاني، مخرجات الحوار الوطني بما يخص فريق استقلالية الهيئات، ابقوا معنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد إلى المحور الثاني في حلقتنا اليوم من برنامج 10 و10، وسيكون حول مخرجات فريق استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني. أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور معين عبد الملك، رئيس فريق استقلالية الهيئات في المؤتمر. مرحبا بك. مرحبا دكتور معين. الحقيقة أنتم خرجتم، وهذا أيضا للمشاهدين، بمخرجات كثيرة ورائعة حول استقلالية الهيئات لو تم استقلالها وخروجها إلى أرض الواقع، يعني ان شاء الله نقول بنكون من الدول المتقدمه، من الدول رقم واحد ان شاء الله. طيب ابدا معك في موضوع، خلينا نتكلم اول عن نقطه، ما معنى استقلالية الهيئات؟ هو المفهوم يعتبر حديث نوعا ما في الدساتير الحديثه، وكثير من دول العالم يعني او الدول الناميه في دساتيرها الحديثه تبنت هذا المفهوم من أجل الحوكمة، لأن هذه جزء من السلطة التنفيذية وهذه القطاعات، لكن ينبغي أن تكون لها استقلالية معينة نتيجة خصوصية هذه الأجهزة باعتبارها سلطة. مبسطة المصطلح، ما معنى استقلالية؟ كيف هي عدم يعني إخراجها من السيطرة الحزبية أو السياسية بشكل كبير، لأنها أقرب للمواطن. عندما أتكلم على إعلام، على سلطات رقابية، على الرقابة على حقوق الإنسان، هذه مستويات المفروض أنها تكون فعالة وقريبة من الناس أكثر من قربها من الجهاز التنفيذي. الجهاز التنفيذي يعني معنى أن يكون عندك سياسة لرئيس حكومة لحزب فاز في البرلمان، لديه قدرة أنه يعمل في إطار برنامج سياسي معين. لكن هذه الأجهزة تتمتع بالاستقرار، ينتخب عادة قيادتها من السلطة التشريعية ولا يعزلون إلا بمثلا من قبل الشعب وباشتراطات صعبة جدا. في بعض الدول يعينون من الرئيس ولا يعزلون من البرلمان، لكن احنا كان اختيارنا في التقرير او في مخرجات الحوار في التقرير الاول ان يعينوا من البرلمان بآلية معينة تضمن ان لا يستحوذ الاحزاب او حزبين على هذه التعيينات. عملنا آلية لفحص الترشيحات ومتساوية من جميع الكتل البرلمانية، نعطي آلية تتيح أنه من يصعد لقيادة هذه الهيئات يكون على درجة عالية من الكفاءة ويتمتع بالاستقلالية. فإذا الفكرة أن تكون هذه المؤسسات مستقرة،
أقرب إلى المواطن بحكم أنه يضمن أنها لا تتغير بتغير الهوى السياسي بشكل كبير. فهذه فكرة استقلالية الهيئات كسلطات. إذا نقول هذه عبارة عن هيئات هامة، هي تكون يعني جزء من إدارة الدولة العام، مفصل إدارة الدولة، وهي المراقبة مثلا في بعضها على الدولة. لا يستطيع لا رئيس جمهورية لا وزير لا حزب أن يستطيع أن يلعب بها أو أن يتلاعب بها. وإذا وصلنا إلى هذا المرحلة وإلى هذه المسألة سنكون في خير كثير، سنكون ضامنين. طيب، الناس كلهم يريدون أول شيء الهيئة الرقابية. خلينا نتكلم عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هذا الجهازين أنا أعتقد لو تم استقلال هذين الجهازين وأصبحوا في يد الشعب فعلا المراقبة ولم يسيطر عليهم أحد، سنكون أعتقد يعني كفاية. بارك الله فيكم، حدثنا ماذا سيتغير في هذا الهيئة؟ أشوف بيكون جزء من حتى التحول في شكل الدولة القادم. أنت محتاج أجهزة رقابية قوية. هي الأجهزة هذه كانت مستقلة قبل لكن تابعة لرئيس الدولة، يعني هي لم تكن وزارات. لكن الحقيقة أنها يعين ويعزل من رئيس الدولة. في الهيئة العليا لمكافحة الفساد كانت مربوطة بمجلس الشورى اللي هو معين، فيفرغ هذه الآلية ما عاد يوصل لمجلس النواب إلا بعض الأشخاص. فالفكرة أنه ما لناش دعوة بما كان في الماضي. صحيح. الآن خلينا نتكلم على الإطار الحديث. عن ما الجديد؟ الإطار الحديث رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة بيكون من المناصب الذي يتم اختيارها بعناية. ولن تكون هناك يعني سهولة في عزل الرئيس. سيتعين من قبل البرلمان ولا؟ من قبل البرلمان وبشروط يعني. ولن يعزل بثلثي البرلمان او اكثر اعتقد في موجوده في التقرير الفتره الاولى. فتعطي له حصانه، فحتى لو كانت شخصيته يعني تعطي له حصانه تعطي له قوه بهذا المنصب. يستطيع انه يراقب ويرفع حول مكامن الفساد والاخطاء وكذا. الفكره احنا كمان في الموجهات القانونيه تكلمنا على التوازن بين المرونه والمساءله. انت محتاج ان يكون معك مجالس محليه حكومه اقليميه، بيحتاج انه المواطن لازم يعرف اين الميزانيه الناتج المنفعه الاداء موازنه برامج. بمعنى انه انت صرفت الان هنا 100 مليون في هذه المنطقه، وفي المنطقه الفلانيه صرفت 100 مليون في اطار في في في, في محور التعليم. لكن كان هناك الاداء افضل. المواطن لازم يعرف، بحيث انه هذه البيانات مهمه للرقابه من جميع مستويات السلطه. عندك مستوى الاتحادي، مستوى يعني انت توجه الى سلطه اقرب الى الشعب. لازم برضو الشعب يكون عنده ادوات للرقابه. ليش قلنا هذه الاجهزه تقدم تقارير؟ منظمات المجتمع المدني المحليه قادره ان تراقب، تعرف هذا المسؤول المسؤولي في هذه المنطقه كيف تصرفوا في موازناتهم في الصحة في التعليم في كل حاجة. كان في النظام السابق كل هذه التقارير ما توصلش حتى البرلمان في النظام الرقابة. نعم، كان ترفع تقارير كثيرة ما توصلش للبرلمان، ما كانش توصل للمجلس، توصل للرئاسة. أنا كمواطن مسكين كيف سأعرف في المستقبل باليمن الجديد بعد مخرجاتكم هذه كيف سأعرف الفساد الذي رفع به هذه الهيئات؟ تقدم تقاريرها إلى البرلمان، جزء منها علنية. يعني في أشياء كثيرة جدا تتيح إنه هذه طبعا هي كانت محصورة عند الرئاسة، وهذا تسبب إحباط. فكرة هذا الجهاز هو جهاز في كفاءات كبيرة جدا لكن أحبطت. صحيح. وكثير منها تركت جهاز الرقابة والمحاسبة. محتاج أنه يبنى بطرق أكثر فاعلية، لأنه أنت محتاج مع التحول الجديد أنه هذا الجهاز يشتغل في الدولة من رأسها إلى أقل مستوى، ويساعدك على الأداء بشكل كبير، يحط عنصر ضغط بحيث ما يكونش في فساد. في ناس تقول لك انه ممكن التحول مع شكل الدولة الجديد يؤدي الفساد انه ينتشر بدل ما هو في المركز موجود، وهذا فعليا اصلا قد موجود. صحيح. فالفكرة انت محتاج انه الحوكمة تكون في من اعلى قمة السلطة الى اقل مستوى بحيث انه ما يكونش عندك بس كذا حيث الفساد يكشف لعبهم اذا كان فيه. هي لذلك تحارب مخرجات الحوار الوطني بشكل رهيب. يعني الشهر الاخير هذا يعني كانوا يتكلموا عن فشل، يمكن هو الفشل بالنسبه لمراكز القوى. بيقولوا مؤتمر الحوار الوطني فاشل. فاشل هو فشل لانه لم يحقق ما كانوا يعني تفاصيل هم ما كانواش يتوقعوا ان نخوض في هذه التفاصيل. احنا اخذنا من افضل النظم وحدتها بحيث انه يعني هذا مكسب الان. الحوار الوطني لن يتكرر بهذه الاليه في تاريخ اليمن اعتقد المعاصر. فاحنا فرصه ان احنا ننجز هذه التفاصيل. ونفس الشيء بينطبق ايضا على الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. مكافحه الفساد هذه تنظر تكون الملفات بين الرئيس والرئيس الهيئه فقط. وحتى نيابه خاصه، محاكم خاصه زي ما حصل بعض الدول اللي كان فيها فساد كبير زي فيتنام واندونيسيا. مسار سريع للتعامل مع قضايا الفساد مش حمايته. كان في السابق لو حتى وصلت القضيه تعطى لمسار معين في القضاء وتختفي بشكل غامض. صحيح.
إرادة سياسية الآن بيكون عندهم قوة في الدستور، قوة في القوانين، وباقي الإرادة السياسية اللي نطمح إن شاء الله أنه يعني تتحقق خلاله. إذا الله يوفق إن شاء الله ويتحقق كل هذا الأحلام الذي بنحلمها إن شاء الله بهذه مخرجات الحوار الوطني الناجح، نقول ناجح وتحت 100 خط إن شاء الله. طيب نتكلم عن الإعلام، كيف ستغير الإعلام؟ ما دور هيئة الإعلام؟ مفترض يعني بيقولوا بعض الناس مفترض أنه تلغى وزارة الإعلام ويحرر الإعلام من سيطرة السلطة التنفيذية تماما. هو بيحرر، بس هي الفكرة هل لدينا إعلام مملوك للدولة أم لا؟ بعض الدول في أمريكا ما فيش، لكن في بعض الدول في أوروبا مثل بريطانيا وبعض الدول في حتى في أوروبا الشرقية وفي شمال أوروبا عندها مجالس للإعلام تدير إعلام مملوك للدولة، بعض القنوات بعض المطبوعات، يعني إعلام المرئي والمسموع. احنا في اليمن طبعا في الدول العربية ما زال تونس ومصر يناقشوا الموضوع، يعني في تونس يمكن خطط خطوات، احنا ممكن الآن احنا طارحين انه لا يكون هناك وزارة، هذه تخرج من هذا يعني مسلم به. إذا المجلس الأعلى للصحافة والإعلام الذي اقترحتموه سيكون بديل على وزارة الإعلام، هو اللي يحدد السياسات ويرسمها وسياسة الإعلام، بعدين يضع آلية لاختيار رؤساء هذه المؤسسات استقلاليتها المالية. هل سيلغى هذا المقعد، مقعد وزارة الإعلام؟ المفروض لا، أقصد هذا مش موجود في تصوركم، رفعكم للتصور. لا احنا كاتبين انه الوزارات التي تتولى كامل صلاحياتها هي معينة تلغى. صحيح، عندك يعني مثلا عندك حقوق الإنسان، الخدمة المدنية، يعني الخدمة المدنية بعضهم يعني حكى ان احنا بنعمل وزارة خلينا ندخل الخدمة المدنية، خلينا نخلص الإعلام، بس نتكلم انه هذه الوزارات بنفس هذا الهيكل، يعني لازم يكون في آلية، المجلس هو الذي يعيد الهيكل. وعلى فكرة موضوع الإعلام بيتطلب وقت للخروج من الثقافة حق تمجيد الحاكم. صحيح. والشلالية. طيب إيش بيسوي المجلس هذا؟ نوضح للجمهور. هو اللي شوف، أنت عندك القيم الأساسية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، مبادئ الدستور. أنت الآن الإعلام كان يمجد دائما أي سلطة تنفيذية بغض النظر كيف كان شكل الحاكم، حكومة مش حكومة، برلماني مش برلماني، الفكرة من يعطيك الأموال هو من يسيطر ومن يسيطر على التعيينات. صحيح. والترقيات إضافة إلى أنه أنت الآن في إطار مختلف، حق الحصول معلومة، المواطن يريد أن يعرف الحقيقة يعرفها من التلفزيون العام، هو مملوك له وليس مملوك لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ويدفع من الضرائب، يعني من يمول؟ يمول مني. صحيح. لكن في الأخير إذا أنا بحط رؤساء هذه المؤسسات ممن يدينون بالولاء لرأس المال، يعني انتهى الموضوع. كيف سيفك المجلس هذا؟ بالمناسبة احنا سمعنا كنت في قائمة الآن لحاجة اسمها المجلس الأعلى للإعلام، ما أدري خرجت كذا في الصحافة بس خلينا نتكلم. هو في محاولة الاستباق حتى في كثير، لأنه في عندك هيئة حقوق الإنسان لما تقول في قانون، في قانون الآن ما، وقانون إلى حد ما في أشياء إيجابية خلال سنتين، بس الفكرة أنه هذه الهيئات قد بدوا يقلقوا فبدوا يفكروا في التحاصص داخل هذه الهيئات. أنا أقول لك يعني بصراحة شديدة، لكن إحنا حاطين معايير واضحة للذي سيكون كيف التقدم المجلس. كيف يعلن؟ كيف تفحص الترشيحات؟ بس من نتكلم على سلطة الترشيح، من سيختارهم؟ يعني بشكل ثابت، يعني اللي هي سواء مجالس أو قيادات يختارها البرلمان الذي هو الشعب. الشعب أيوه. وهذه يعني عملنا آلية بحيث أنه لا يسيطر حد، يعني بعضهم يقول لك طيب أنت لو سيطرت اللي يسيطر على السلطة على البرلمان يسيطر على الأجهزة. هي الفكرة أنه رؤساء الكتل البرلمانية هي لجنة الفحص الأولى بعد ما يكون في معايير عندي جميع الكتل. أيوة. فأنت معك 50 مقعد ولا 20 مقعد، معك شخص واحد، فأنت تضمن يعني في الأخير من 8 كتل برلمانية صعب أنهم يتفقوا 4 أو 5 إلا على كفاءات فعلا توافق هذه المعايير. يعني طبعا هو مش النظام الأمثل، يعني في كثير من الدول تشكل لجان خارجية للفحص، بس برضو قلقين انه يسيطر عليها بطريقة حزبية. كان هذا الافضل على الوقت، هذا الافضل بحيث انه موجود في بعض الدساتير. طيب المهم انه بتكون آلية شفافة، اي واحد عنده الكفاءة وال يعني بيكون قادر انه يتقدم ويحظى بفرصة قوية. هذا المجلس سيراقب على التلفزيون، على الصحف الرسمية، يحدد سياساتها، يعين مسؤوليها، هذه آلية لاختيار رؤساء هذه المؤسسات. طرحنا موضوع ميثاق الشرف الإعلامي، من يخالف هذا الموضوع، آلية السحب عملناها معقدة شوي بحيث انه ما يكونش له سلطة، برضو في قلق عشان حرية الإعلام. لكن برضو تحتاج نوع من الضبط، يعني يتوافق الجميع على ميثاق شرف الإعلامي والتزم به. نعم. لأنه في أنت في مرحلة خطيرة جدا، لا تريد إلى خطاب يعني يزيد من هذا المجلس هل سيكون له أي دور بالنسبة للإعلام الأهلي، القنوات الأهلية؟ لا. يعني الأهلية. إصدار التراخيص ممكن، لكن الرقابة لا توقف. تتكلم في إعلام حر. طيب خلينا نتكلم الآن أيضا في موضوع ربما يهم العامة بشكل عام، اللي هي الخدمة المدنية اللي سميتوها إنشاء هيئة الخدمة العامة. الآن موضوع التوظيف، كيف سيتم في اليمن الجديد؟ كيف سيختار الموظفين؟ كيف سيزالون يبعدون؟ هذه هل هي نفسها هيئة الخدمة العامة؟
وضح لنا ما الجديد. هيئة الخدمة العامة هي الفكرة أنه يشكل سواء قيادته أو مجلسه إذا كان في آلية، لأنه قانون بيصدر فيه هذا الجهاز. الآن إحنا عندنا كانت مركزية في التوظيف، بس المشكلة في اليمن إحنا لم نتبنى أي نظام، يعني ضيعنا فرص طويلة جدا. صحيح. وكثير من دول العالمية تتبنى النظام المفتوح أو نظام اللي هو زي فرنسا واليابان، اختبارات معينة لدخول وظيفة العمل للتوظيف. فلحنا استغلينا هذه المركزية في رفضه بأفضل الكفاءات، اللي حاصل أنه تم توظيف هذه المركزية لصالح عشان النظام السابق يلعب بها ويرتاح. هو المشكلة أنه المشكلة حتى لا مركزيا أن تعين قريب لك أو جهوية، أو يعني قد تكون حزبية أو جهوية، أو في إشكالية كبيرة جدا في موضوع الخدمة العامة يتعلق بقدرة الدولة وكفاءة الجهاز العام. أنت الآن إحنا عندنا طموح غير عادي بالنسبة لمخرجات الحوار الوطني، مين بينفذه؟ جهاز الدولة العامة، إيش وظيفته؟ ما تعريفه؟ فعندك مجموعة من الإصلاحات عشان يشتغل هذا بعيد عن الوزارة، بعيد عن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. هل ستظل وزارة الخدمة المدنية بهذا الهيكل؟ أنت بتغير القيادة، بمعنى أن القيادات إذا نفذت الآن مصفوفة للإصلاح لا يتم عليها التأثير من السلطة التنفيذية. وهذا اللي حاصل الآن. أنا الآن إذا شي يدخل في يعني هذه الوظيفة العامة، يعني إذا أنت شو تحسن يعني معايير الكفاءة الترقية، لأنه في إحباط الآن في الأجهزة الحكومية، وممكن التعيينات على أساس المحاصصة والحزبية تجيب واحد من خارج يعطي إحباط قد يكون في يعني كفاءة داخل هذا الجهاز. هذا اللي حاصل، عندك شلل في جهاز الخدمة العامة. فيعني كل هذه المصفوفة الآن ستتم بعيد عن تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في مناصب سياسية، بمعنى أنه في أي حزب بيفوز يأخذ وزراء هذيك وزراء كذا، بس لما يجدد داخل يجدد بمعايير في رقابة. هذا تراكم على مسألة التغيير كذا، تغيير الموظفين المدراء، الاختبارات، الكفاءة، المشرفة. هي المشرفة يعني جميل. أنت معك معايير بتطبقها مركزي لا مركزي، بس الفكرة أنت بحاجة فعلا أنه جهاز الخدمة العامة يعني الآن يعني لما تسألهم دائما تحصل تدخلات قبل وبعد مبعد. صحيح. يعني في تاريخهم يمكن تكلموا على أيام فرج بن غانم، ويمكن فترة ذهبية كذا بسيطة، واللي كانوا فعلا لا يمارسونها يعني لا يقبلون الضغوط على طول خرجوا منها، سواء الوزير أو كل باقي كان تعطيك تجي لك توجيهات خارج اللوائح والقوانين وتمشيها. يعني الآن عشان لازم معايا كم هائل من الاقتراحات التي وضعتموها، إذا هل هيئة الخدمة العامة ستقوم بعمل الآليات للتوظيف وآليات أيضا للترقية والموظفين بشكل عام بعيدا عن سيطرة الجهاز التنفيذي أو ربما نقول أحزاب أو كذا أو شيء، سيكون الموضوع بناء على أسس وضوابط، وهذه اللجنة هي التي تشرف على هذا الأمر؟ صحيح. وفعلا هذا اللي بيفرق كثير من الدراسات في الأداء في كثير من الدول. إصلاح جهاز الخدمة العامة هو اللي فرق معك، غير كذا يبقى كله أشياء على الورق. سمعت بخبر يعني قيل أن علي صالح اشترى 3000 لبنة في دار الرئاسة من وزير الأوقاف حمود عباد بمبلغ 300,000 للبنة. هذه أراضي أوقاف. أنتم الآن يعني اقترحتم إنشاء هيئة أوقاف مستقلة. ما الذي يعني هل كان من ضمن المعارضة كان في كثير كان في رفض، كان المفروض من الهيئات المستقلة هيئات تراقب، يعني كانوا يقولوا خلي هيئة تراقب الخدمة المدنية، هيئة تراقب الإعلام. لكن احنا الحمد لله أنجزنا بتوافق كامل وبعد نقاشات استمرت يعني بشكل كبير، لكن يعني المنهج كان واضح. موضوع الأوقاف كان في نقاش، والحقيقة جاء وزير الأوقاف وتكلم أنه يعني يطلب أنه تكون حتى ولايتها الرئيس الجمهورية، وأنا أعتقد أن هذا يخالف الأوقاف تحت ولاية السلطة التنفيذية. أي نعم أقصد بس المبدأ المبدأ الأوقاف خلال تاريخ الإسلامي كانت تحت عهدة القضاء في الدولة الأموية والعباسية باعتبارها جزء مستقل، مش رأس السلطة التنفيذية أو الوالي أو هو يكون هو أدخل مستثمر بعدين يشتغل تجارة. الأوقاف هي أصلا جزء من الذي يوقف؟ الناس توقف. صحيح. حد أوقف خلال هذه الفترة كله توقف عن كل احنا توارثنا من قبل 62. قدم بيخافوا على الحرية، لأنه قدم بيخافوا على الحر. تم التصرف بهذه دي ملكية للمجتمع، فأنت لازم يعني إدارتها تختلف تماما. مليارات تهدر في الأوقاف، كان فروض تروح في الصحة، في التعليم، في أشياء. صحيح. كثيرة جدا. صحيح. الغرض الوقف، يعني هذا الموضوع شل الوقف تماما، في فساد كبير جدا. فالآلية أنه يكون جهاز هذا بالنسبة للأوقاف، وبالنسبة للزكاة، الزكاة برضو لازم الناس ترحيل هيئة الزكاة مستقلة، جزء من جمع الزكاة، لازم الناس تطمئن أنها لن تختلط بالمال العام، بيحطوا فلوس الزكاة يعني ما اعترش عند النهب والسلسلة. أي. من الأشخاص اللي يستلموا، جزء من ضياع هذا الإيراد أنه الناس مش واثقة. صحيح. لازم تعطي لهم. صحيح.
طيب بالمناسبة هذه الزكاة ستستمر أيضا مع موضوع الضرائب؟ ما هو الناس الزكاة الواحدة في دول، في دول بياخذوا ضرائب ولا ياخذوا زكاة يعني، أما أخذ من الجهتين ما أدري. وهذا كان بعض الطرح إنه ما تكونش إلزامية لأنه في ضرائب، لكن هي الزكاة فريضة، فريضة الواحدة، ولذلك هيئة في لها مصارف شرعية. والضرائب هي تروح لخدمات الدولة، لبنية الاستثمار، للطرق، لكذا. صحيح. فهذه جانب، الزكاة جانب آخر. طيب أيضا اقترحتم هيئة الإفتاء مستقلة أيضا تكون، هذا معنى أن وزارة الأوقاف ستلغى أيضا؟ هي وزارة يعني إحنا ما كانش معانا هيكل لدار إفتاء. وزارة الأوقاف إلا بتكون، لا وزارة الأوقاف ممكن تكون الإرشاد والحج، ممكن تكون في الإرشاد والحج يعني، يعني هذا وظيفة قد، بس قطاع الأوقاف وظيفة هامة ويا ريت تفرغوا لها عشان بدل ما احنا جالسين في صراعات مع بعض ويجيبوا لنا من الخارج علماء وكذا، لو تفرغوا لهم. جميل. البنك المركزي، استقلالية البنك المركزي، لماذا تريدون ان يكون البنك المركزي مستقلا عن وزارة المالية؟ البنك المركزي محوري يفرض له دائما نص في الدساتير، مش موجود كان في الدستور. فهمنا بس هذا هذا هو جزء من العملية الرقابية يعني، هو هو للأمانة كان في آلية نوعا ما لاستقلاله لكن ليست كاملة. احنا عززنا الاستقلالية وقعدنا مع محافظ البنك مع عدد من الخبراء بحيث انه تعطي آلية ومعايير واضحة لمجلس إدارة البنك وكيفية اختياره. هذا جزء مهم جدا لحفاظ الاحتياطي للعملة غير الدولة. يعني الآن ممكن أنت زي ما حصل قبل توظف 60,000 ولا تعطي يعني كذا، ولا يعني في أشياء معينة تمولة من احتياطيات، يعني في فرق. أنت كحكومة اشتغل، وفر أمن استثمار لك، يعني في أشياء تتعلق ب يعني السياسات النقدية والكذا، يجب أن يكون في نوع من الرقابة، نوع من التحكم، عشان ما يجيش أي واحد قبل الانتخابات، قبل نهاية فترته، يعني يحاول من أي يعني سواء حزب، قيادة، رئيس وزراء، أن يقوم ببعض الأعمال السهلة يعني يغطيها بطريقة ما، يكون في رقابة على هذه السياسة النقدية، وحتى لا يكون مثلا وزير المالية يكون من حزب معين فيستقل البنك المركزي تماما. طيب وهذا لعلمك اللي ساعدنا شوية في 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 الفترة اللي فاتت بقى استقرار العملة، يعني كان في حكمة شوية في إدارة وهو المفترض في أي بنك الذي يختار مجلس إدارة البنك هما أصحاب الأموال، وأصحاب الأموال في البنك المركزي هم الشعب، ويفترض أنه يختار مجلس الإدارة مجلس النواب الذي يمثل الشعب، هذا الكلام صحيح؟ إلى حد ما احنا وضعنا هذه المحددات. طيب اللجنة العليا للانتخابات، احنا فاهمين أنها مستقلة، ما الجديد الذي سيطرأ على اللجنة العليا للانتخابات؟ هي مستقلة برضو، ما كانش طبعا النص الدستوري مهم في الاستقلال بين بعضه، يعني لأنه ممكن تتحايل بالقانون بأي طريقة ما. احنا وضعنا تكون مستقلة، كان في اعتراض أنه هي تشكيلتها أصلا حزبية، بدأت في سنة 90-94. صح. الفكرة أنه توازن بين الأحزاب داخل اللجنة للانتخابات. أنا أرى هذا على المدى الطويل، أنتم مستقلين، يكون أعضاءها مستقلين، كيف ممكن تربطوا هذه المسألة؟ هي الفكرة أنت الآن معك أحزاب داخل، أحزاب خارجية، بجلس أنا دائما أزود في قوام اللجنة للانتخابات. أنا الآن معي 600 موظف. صح. يعني مقابل لجنة الانتخابات في الهند 300 تدير 700 مليون ناخب. يعني فالوضع الآن جزء منه أنه لازم أنا أكون موجود عشان أطمن يعني، وهذه الثقافة يمكن مع اللي حصل في الماضي كله يرى أنه لازم أكون موجود في هذه التشكيلة عشان أضمن ما يدور. طب لكن اللي حاصل هي شو، أنت الآن تحتاج اللجنة هذه تعمل عمل أكثر تطورا مع القوائم، بيكون في يعني أنظمة انتخابية نسبية مركزية. لم طيب. محتاج إدارة أكثر بس فعالية. بس كيف حتختاروا مستقلين؟ كيف يعني مش صعبة شوية المسألة؟ مو بعضهم كان طرح إنه يثبت إنه يكونوا قضاء ومغ، بس ما حبيناش إحنا نخسرها، خلينا مستقلين، لأنه قد تكون شخصيات محامية أو يعني شخصيات اعتبارية أو اجتماعية مستقلة، لأنه حساس موضوع لجنة الانتخابات. يا إما تخلوا دائما تقاسم بين الأحزاب، وهذا ما يديش الاستمرارية أو هيكلية ثابتة وتعطي قوة لجنة الانتخابات. شوف لجنة الانتخابات هذه محورية في حفاظ الديمقراطية. صحيح. يعني هي الأساس، مراقبة التمويل الانتخابي، الدعاية، أشياء حساسة بشكل كبير. يمكن الآن عاد ما تمكنتش من أدواته لأن خارج من النظام، عليك تبني نظام، وهي حساسة. يعني الآن رئيس أفغانستان قبل ما يخرج عين في اللجنة العليا للانتخابات، أخوه قدم في آخر لحظة. اللجنة العليا للانتخابات هذه مهمة، لا علاقة بالطعون. يعني أنت رؤيتهم أن يكونوا مستقلين، أما كيف سيكونوا مستقلين؟ شروط اختيارهم يعني بنفس الهيئات المستقلة، وأيضا يختارهم البرلمان، من البرلمان، البرلمان. تعطي له قوة. نعم. لأنه بيتكلم يعني، هو بيعلن نتيجة، يعني إذا هو تحت وطأة سلطة أو تأثير معين صعب. ومنشيش الانشراخات أو الشقاقات تدخل داخل اللجنة إذا كانوا كلهم من ثلاث أربع
ست أحزاب. نعم. يعني تخيل أنت التناغم اللي بيحصل بينهم، أنا أعتقد صعب جدا. أيضا اقترحتم أو خرجتم بإنشاء الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، هذه ما وظيفتها؟ هي شوف موجودة اللجنة، بس إحنا تعطيله، إحنا ما حطينا لش أعتقد في بعض هذه كثير قانونية. يعني أنت عندك باب الهيئات المستقلة. نعم. عادة يكون في بو هيئة حقوق الإنسان، الإعلام، الأجهزة الرقابية، بس في معنا أجهزة تكلمنا على الجهاز المركزي للرقابة والإحصاء، المواصفات، هيئة الغذاء والدواء، هذه أجهزة رقابية لصالح المواطن. آلية التعيين فيها لازم تكون أكثر شفافية، ممكن يقترحها يعني بس الفكرة أنه ما تكونش يعني يحصل الآن بالنسبة للمواصفات والمقاييس ضغط من بعض التجار، مافيا، تهريب، لأن ما هيش عند السلطة ولا القوة. صحيح. ما فيش قوة لهذه الهيئات أن تراقب مواصفات ومقاييس في البلد، تراقب الغداء والدواء في البلد، تراقب الجهاز المركزي هو اللي يعطيك المعلومات. هذا يرتبط بحق حصول على المعلومة. الجهاز المركزي ممكن يجامل الآن أي حكومة سنتين ثلاثة يبين مؤشرات إيجابية، لا، أنا الجهاز المركزي هذا أعمى، يعمل بمقاييس ومعايير معينة ويعطيني آليات، أنا كعضو مجلس نواب بستند على جهاز رسمي يعطيني مؤشرات. هذه المؤشرات ينبغي أن لا تعرف أي هواء، لذلك احنا ليش ادرجناه في التقرير؟ عشان ننتبه له. صحيح. هذه الهيئات مهمة جدا. دكتور معين، الحقيقة الهيئات كثيرة، انا الوقت بياخذني، بس قبل ما انا اترك لك يعني الان بعد السؤال هذا مجال انك تذكر لي اهم الهيئات اللي ترى من وجهة نظرك وتشرحها للمشاهد الكريم، لكن هذه الهيئات الكثيرة الان يعني على ما تصوري الان حاليا ان الناس تكون هيئات يعني زي الوزارة بحيث يكون لها كادر كثير، من أين سنأتي بمرتبات وميزانية لهذه الهيئات كلها؟ أم أنها هيئات عبارة عن هيئات مثلا مشكلة من 10 وبعض الموظفين معها وهي مهمتها رقابية فقط؟ هي في يعني مثلا لما تكلم عن جهاز الخدمة العامة أو الخدمة المدنية، هو يمكن يكون هيكل الوزارة بنفسه هو اللي يؤدي هذه الوظيفة، هذه في هذه تؤدي مهام، بعضها اللي في رسم سياسات زي ما قلت هيكل بيكون مختلف. الناس تتصور انه بيكون تضخم، يعني اللي وظفوا خلال العامين هذون فوق 100,000 ولا يعني. انا اتكلم على بضع مئات فاعلين، لكنهم لا كفاعلين زي ما بيقولوا على الفرازه. اي مثلا هيئه حقوق الانسان ما كانت وزاره، عدد الاداريين فيها مختصين، وممكن يكون هذا ينتقلوا الى الهيئه القادمه باليه معينه اذا كان في خبرات. لكن انت محتاج 60 70 خبير، منهم في علوم الاجتماع، سيكولوجي، في المهمشين، في حقوق المعتقلات، النساء السيء، يعني في هذا له آلية وتركيبة. نعم. له مجلس ولو مجلس يديره، أنا محتاج هؤلاء ومحتاج 20-30 إداري معهم مثلا، إلا إذا كان بيقوم بمهام معينة. اللي حاصل في الوزارات إنه وزارة الخدمة المدنية ترمي دخل هنا، هل أنت محتاج له؟ المهم سكن لنا. فالناس لا تظن أنه هذه الهيئات هي عبء على الدولة، لا، هي جزء من ضبط عمل الدولة. حكاية التوظيف كان بطريقة ما مركزيا بدون ما تعرف أنت ليش وكيف، ده كان جزء من 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 عدم فاعلية كثير. وسيكون اختيارهم بعناية، مثل هذه الهيئات سيكون اختيارها بعناية شديدة، مما لن يكونوا عبارة عن إرهاق. قياداته بتكون اختيارها بعناية، هو الفكرة. وهم سيختارون كده. هم عليهم أن يهيكلوا. أنت ما تكلم عن الإعلام قد يحتاج 3-4-5-6 سنين على أساس أنه في كذا، في نشوف من الإداريين، من المبدعين، من لأنه كان في محسوبية معينة. لو مهام إعادة الهيكلة تأخذ وقت عادة. هيئات كثيرة أيضا مجال اسمها المجلس اليمني للشفافية، المركز اليمني للإحصاء، الهيئة العليا للغذاء والدواء. لن أسرد على ما أريد، أنا سأترك لك أنك تذكر الآن أو باقي المشاهدين باقي الهيئات الكثيرة التي خرجتم بها وتختار منها أنت، وسأسألك معايا أيضا في النهاية سؤال حول الميليشيات المسلحة، حبل السلاح، الثأر، هذه إيش دخلكم في الموضوع وكيف خرجتوا به؟ تفضل. قلت لك في بعض الهيئات اللي تتعلق برسم السياسات اللي هي مثلا المجلس الأعلى للشباب. طبعا انت عندك وزاره الشباب والرياضه، الان هي وزاره تنفيذيه، بس انت ايش تعمل للشباب؟ يعني معظم الشغل في الرياضه استعداد، لكن فيما يتعلق بالرسم السياسات للشباب، المجلس الاعلى وكان في تجارب شفناها في اكثر من دوله، فهذا يرسم سياسات مش جهاز تنفيذي. يعني هو يشتغل بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه. تمام. فهو يعني فعال متجدد، يتجدد كل 4 سنين، أنت تحقق اندماء جديدة، تعمل لهم اشراك سياسي، تعمل برامج، لأنه سياساتهم تنفذ في أكثر من قطاع. ورد جميل للشباب الذين وصلوا للتغيير. هذا أيضا يعني شيء مؤسسي. نعم. جميل. المرأة نفس الشيء، هذا رسم السياسات مهم جدا لتمكين المرأة. الأمومة والطفولة، المعاقين، هذه أمور ترسم سياسات وتتحقق من تنفيذها بالجهاز التنفيذي. في مستويات السلطة أو في الوزارات. في عندي هيئة حقوق الإنسان. هيئة حقوق الإنسان أنا أشوف من الحاجات الهامة والضامنة يعني في الدستور، ما رجعش للضامنة للديمقراطية. نعم.
وحتى لا نرجعش للعهد اللي كان فيه مثلا يعني تجاوزات تجاوزات بي 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 بسبب الرأي السياسي، ايضا بتراقب علاقة الحكومة بالمواطن. انت اذا في اتهامة، اذا كان عندك مظالم الان تسمعها، مش لازم تجي للمركز، يعني التقارير لازم ترفع من كل مكان لليمن حول اداء الاجهزة قضائيا امنيا، اصلاح المؤسسات. هذا اساء، فهو حتى في هذه الاجهزة مش بيوم وليلة بقى سلوكيات تربى عليها. لما يحس انه التقارير ترصد، يعني انت نهبت ارضك، القسم ما ساعدك، شوف يعني هو حكم قضائي بطريقة. يعني هذه الامور، هذه المؤسسات في آلية للرصد والشكاوى. فانت لما بتحطش هيئة فقط ديكور في صنعاء، هنشي هيئة على الارض ترصد لي من مارب الى فين الوضع يتحسن في اي مكان بالضبط. لان كيف ستزيل الظلم هذه الهيئات او الاخطاء؟ يعني اين الرقابة؟ اين الرقابة؟ تمام، فهمنا. لكن عندما تجد مثلا هيئة حقوق الانسان ان هناك انتهاك لحقوق الانسان في جهة معينة، مثلا قلت في تهامة او غيره، كيف ستغير هذا الواقع بعد ذلك؟ اذا ذكر اسماء ضباط معينين، اسماء شخصيات رفعت، هي الفكرة. لما كانت وزارة، انت معك وزير الداخلية وانت وزير، يعني في حد اقصى تقدرتي كوزارة انك تطرحه. وللأمانة عندنا كان تقدم شوي عن بعض الدول العربية. صحيح. بس انت الان تريد ما هو افضل. افضل هي. انا الان ما يهمنيش انت، يعني انت كحكومة في تقرير قدم برلمان وتقرير قدم للحكومة، بس أنا كجهاز أشتغل مستقل من الخارج معي سقف أوسع في أني أنتقد. أنا معك في هذه الأجهزة، في ضباط معينين في مناطق معينة، في الأجهزة القضائية مثلا ما شغلش، يعني تعطي ضغط على هذه الأجهزة لإيش؟ لأنه تحسن من أدائها هذه الهيئات. يعني هو طبعا كانت تحصل هذه الانتهاكات دائما في تاريخنا، بس صحيح. ما فيش حد كان يراقب أو يرفع بشكل واضح ومنهي. وهذا اللي يكون في صورة مع المشاهدة، هذه الهيئات كلها سترفع تقاريرها كلها وما تقترحه من حلول لبعض، سواء كان في حقوق الإنسان أو في الأم والطفولة أو في غيره، في الشباب وغيره، إلى مجلس النواب. هنا سيأتي الـ 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 زي ما بيقولوا الـ الـ الأهمية، أن يكون مجلس النواب مجلس يعني زي ما بيقولوا على قد المسؤولية، أن ينفذ ما تراه هذه الهيئات من مقترحات. جزء مهم هي كمان هي أقرب للشعب، بما أنت معك 100 منظمة مجتمع مدني ناشطة. صحيح. أو أكثر أو 1000. صحيح. في تهامة، في تعز، هي أقرب إلى هذه الهيئة منها للحكومة. لأنه يعني أنت الآن في معك منظمات ناشطة في حقوق الإنسان في اليمن، اشتغلت خلال يعني عددها قليل، لكن في بعضها للأمانة قدمت شغل مهم. الآن بتكون فرصتها أكبر أنها تتعامل، لأنه هذا الجهاز هو جهاز دولة، تقاريره تقارير رسمية يعني مهمة. لكن برضو في شبكة، فهذه الشبكة مع زمان كان منظمة حقوق الإنسان تواجه السلطة الواحدة، لا، في علاقة، في مساحة تحرك. لكن أريد أن يعني أيضا أؤكد على نقطة، أن هذه الهيئات جميعها، أن تصوراتها وتوصياتها ومقترحاتها وإرادتها الذي استراها على أرض الواقع اليمن، الذي سينفذها هو مجلس النواب عندما تصل التقارير إليه. من طبعا التقارير بيكون في عندك تقارير أكثر جدية، يعني ما كانش معك هذه الآلية. يعني نتوقع أن المعلومات اللي تكون متاحة لأعضاء مجلس النواب في أي مستويات، سواء مركزي أو اتحاد، بتكون إلى حد كبير قرار على الوزارات وعلى الجهات التنفيذية وغيرها. دعني إذا أسألك دكتور معين، أيضا أنتم حتى ما شاء الله دخلتوا حتى في موضوع المياه وهيئة المياه وأمور كثيرة، موضوع السلاح، موضوع الثأر، موضوع الجماعات المسلحة. يعني أول شيء أريد أفهم إيش دخلكم في هذه النقاط الثلاث، وإيش خرجتوا به من حلول لإنهاء مثل يعني هذه المظاهر الذي والله قلبنا قد ورم منها. تفضل. هي أساس هي سميت القضايا الاجتماعية. القضايا الاجتماعية أنت جزء، لأن في عندك تنمية، في عندك حكم رشيد، في عندك استقلالية هيئات. كان في قضايا اللي هي البيئة، وأنا كنت شايف إنه حتى البيئة تحتاج إلى يعني ممكن محور لوحده. صحيح. بس هي 9 الفرق الآن، يعني في كثير من الملفات وزعت عليها. طبعًا الملف عندنا كان صراحة متسع، وحاولنا إحنا نشتغل بشكل متوازي في ورش العمل بحيث إنه نعطي يعني حقها، لكن أنت تفتح. يعني انت البيئة الآن ستكون قضية محورية قادمة. طبعا الصراعات السياسية في اليمن تركت موضوع المياه والكذا فتفاقم الآن. صحيح. قضايا الاجتماعية نفس الشيء. القضايا الاجتماعية انت قضايا الثار اللي هي من 30 سنة و20 سنة تحولت الى برضو اطار نزاع سيادة بين القبائل، تسلح، ميليشيات. ما سويت لهاش هيئات ولا شيء مثل الثار يعني. احنا اقترحنا اطار اعتقد في هيئه للحل هذه النزاعات. يعني كان في الاول في التقرير الاول سياده القائد، هذا الاسس اللي كلنا متفقين عليها، يعني بس في اليه للحل. احنا وضعنا مجموعه مصفوفات، محددات قانونيه، قوانين معينه يجب ان تنشا، مسارات ضمن القانون
بمساعدة مثلا يعني محلفين بعض الشخصيات القبلية بس ضمن إطار القانون. هذا طبعا كان موجود منه في موجود بعض الأفكار في حل بعض العشائر في 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 الأردن وفي كذا بعض الدول. في مسارات أخرى تتعلق بصلح شامل تتولى هيئة مراجعة القضايا السابقة. في نفس الوقت هذه الهيئة مهمة وهي محددة بزمن معين لإنهاء الخلافات السابقة بقضايا الثار السابقة. أما موضوع مسارات القضاء، القضاء ما عندهش سلطة كمان في معناته تروح في مارب في يعني الـ 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 القوة العسكرية والكذا في اتجاه والناس لا تلجأ للقضاء تذهب. فأنت أعتقد عملنا مقاربات كثيرة والله ناس لأنه كان في أنا حاسس أنه كان هذا الموضوع كرغبة أنه تبقى خريطة للدولة تبقى هذه النزاعات المسلحة لإضعاف هذه المناطق. في كثير في شكوى كانت توصلنا من مناطق كثير الناس راغبة في أن تحل هذه لكن ما فيش أي إطار للدولة والدولة أعتقد كان في تعمد أنها ما تكونش متواجدة بشكل فعال. فطبعا هذا الجزء عن غياب التنمية في هذه المناطق هو يرجع إلى هذه النزاعات المسلحة. تعليم ما يقدرش يروح جامعة ما يقدرش يروح مدرسة خايف من الثار. بالمناسبة هذا تؤثر على قطاعات كثيرة. أحد مشايخ مارب كان يعني من كبار مشايخ مارب لا داعي لذكر اسمه كان بيكلمني قال مسألة الثار لو تنشأ بس يعني لجنة أو هيئة يوضع لها مبلغ مناسب يعني تسد به موضوع الذي هي حقوق الدم المالية تدفع للناس وربما تحل كثير من القضايا. كان هذا الطرح بس أنت تعالج الآن الأعراض السبب نزاعات العلاقة بالسيادة نزاعات معينة أنت بتدفع دم تسوي شيء معين مش مشكلة أولو أن بعضهم يقول لك أنا دافع عن إيش دخلنا لكن افترض مثلا أنك بتسوي حقوق ديات. الموضوع أعمق من ذي تواجد الدولة فين كيف ما حدود سيادة الدولة سيادة القبيلة لأنه هذا الموضوع الآن تطور الآن في حتى بعد 2011 إلى توزيع سلاح إلى صحيح. قبائل وميليشيات فأصبح جزء منه صراع مش اجتماعي سياسي انتشاره بهذه الطريقة. طبعا أنت عندك الآن يجب أنه ما صرف خارج أي تنظيم عسكري أو لازم صحيح. مهما كان قبلي مش قبلي هذا يسحب الترسخيص الصحبي يعني لازم كلها ولا المثقيلة بس أنا أشوف أنه الثقيلة المتوسطة الخفيفة الحيازة لكن الحملة والحيازة بالرقم القطعة طبعا هو قالوا يعني صعب قلنا نحطه يعني يثبت الآن لأنه قانون السلاح لم يمر في مجلس النواب لأنه كثير من القوى هي متنفذة أيضا في مجلس النواب مش راغبة في أن احنا نصل إلى قانون السلاح. لكن احنا ما نتكلم الموضوع برقم القطعة معناته أنه ما تقدرش أن تنوع في عدد يعني حتى بيكون صعب والباقي بيحصل عندك فائض بشكل كبير ممكن الدولة تسحبه بآليات معينة. فهذا الموضوع مهم معك مسار زمني. احنا طرحنا انه لا يجوز لأي جماعة او تنظيم او يعني طرحنا نصوص قوية جدا بعضهم يقولوا انه صعب تنفذ بس انا اقول بتنفذ ومع الوقت يعني هذا اللي حاصل مش احنا الدولة الوحيدة اللي حاصل فيها كذا لكن كان استثمار كمان في الحاصل في الصراع السياسي ان تنتشر او تستفحل هذه الظاهرة. دكتور معين عبد الملك رئيس فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني كنت رائعا وكانت مخرجاتكم ايضا اكثر روعة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني تنفذ على ارض الواقع. اعزائي المشاهدين انا يعني حقيقة كل ما اجلس مع احد اعضاء فريق من فرق مؤتمر الحوار الوطني وتكلم عن المخرجات حقيقة اني اعيش في حلم وردي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتحقق على ارض الواقع وان اكون جميعا يد واحدة مع مؤتمر الحوار الوطني ومع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ونقول في النهاية انه بعد ما نسمع هذه المخرجات التي سوف تلغي النظام السابق الذي كان ينهش الأخضر واليابس أعتقد أن الجميع يفهم لماذا يحاربون مؤتمر الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني. ومن يقولون أن مؤتمر الحوار الوطني فاشل نقول لهم اذهبوا أنتم الفاشلون. إلى اللقاء. شكرا عزيزي.